جو أرمينيا إبداع وخيال. الله يخلي أبو مارسيس واللي مضبط الطلعة ومضبطنا كلنا. يا ميت أهلا وسهلا. الله يسلم. مع قرارات للسياحة. يلا تفضل. يلا كمال يلا. يا. كمال يلا كتاني كتاني. صاحب الفرس يقول الحصان مالي شويه وكيح، دير بالك ابو حسين. مشي انت، مشي تخيل، مشي مثل ما تريد انت، هسه الفرس فرسك. الاخ احد سواحنا من الامارات العربيه من ابو ظبي حب يركب الخيل، هو بطبعه خيال. نحن الآن قرب نصب الأحرف الأبجدية. جو ربيعي بديع. ما طولك ويا وين ما تريد اطلع بيروح. توكل عليك، توكل عليك. بس راضي للشايب بعدين. يا الله. تريد تطلع برا؟ لا تصعد على جبال اراكاز، لا راح نصعد بالسيارة. لا هنا على الشارع. يلا اصعد اطلع. اجيك شارك وجنب باجيك سنب. ماك شو وجهك؟ وجهك وجهك هو ضمير دبعي. يقول لا تضربه برجلك، بس اسحب الحبل هو يركض. هو يركض؟ هو يركض يقول ركضه انت بعد. اسحب الحبل، اسحب الحبل بقوة. هو اسحب الحبل يرجع ورا. لا. انت بعد ركضه شو شلون؟ صاحب الخيل هو اللي راح يصعد الخيل حتى نشوف شلون راح يركض لنا اياه. نذكركم بانكم الان مع ارارات للسياحه في ارمينيا. يمكنكم الاتصال بنا عبر رقمنا المنشور مع كل تقاريرنا، ويمكنكم متابعه كل تقاريرنا على اليوتيوب تحت عنوان ارارات للسياحه، وعلى الفيسبوك قرارات للسياحة، وعلى الانستغرام هاي كازون 1959. مبدع ما شاء الله عليك. الله يخليك. هوبلا ركضة شفت. اليوم ابو ماسيس يرحب بكم من فوق الفرس، من فوق الحصان، من قرب نصب الأحرف الأبجدية الأرمنية. الجو ربيع، وأتمنى أن نلتقي بكل أصدقائنا في هذا الموقع من أرمينيا. اتصلوا بنا، ننظم لكم برامجكم بالكامل، نؤمن لكم السكن والمرشد السياحي والسيارة المريحة. تحياتي.